عقد من الزمن وبضعة سنين كان كافياً لنسج خيوط الحلم وتحويله إلى واقع. مركز الفهرسة ونظم المعلومات، بوابة المستقبل لتنظيم البيانات المعرفية. حلم كان يلوح في خيال العاملين منذ عام 2007، وبدأ خطوته الأولى في عام 2012. وها نحن نلمس واقع الإنجاز، أكبر مستودع رقمي للأوعية المعرفية العراقية داخل العراق، الجهة الوحيدة التي تقدم خبراتها على شكل دورات في مجال الفهرسة والتصنيف وفق قواعد RDA، وصف المصادر العالمية وإتاحتها. ممثلون عن العراق في خريطة العالم للمكتبات التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات إفلا. تأسيسهم للملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين من القرن الأول الهجري وإلى الآن. تأسيسهم للبوابة العراقية للمعرفة التي تجمع بين المكتبات ومراكز الإرشيف. المركز يعد الوحيد الذي ينصب برنامجاً آلياً للمكتبات، ولكن سقف الطموح لمركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة يعانق السماء ولا يعرف الحدود، فعزيمة مستمدة من المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام. يعمل هذا المركز على فهرسة وتصنيف كل المؤلفات العلمية والفكرية والثقافية، سواء أكانت كتباً أو مجلات أو جرائد وما شابهها، وتمر الفهرسة وتصنيف بعدة محطات تبدأ من الآتي: مرحلة تصوير الأوعية، حيث يتم تحول صفحات الأوعية من الورقية إلى الرقمية. مرحلة الإرشيف، وهي المرحلة التي يتم فيها تصنيف وتهيئة المواد والصفحات الرقمية وإعطاؤها كوداً خاصاً ومن ثم حفظها. مرحلة الفهرسة الوصفية، التي تتم فيها الفهرسة حسب القواعد العالمية RDA. مرحلة الفهرسة الموضوعية، التي يعطى فيها كل وعاء موضوعاً خاصاً، لماذا ألف هذا الوعاء، ومن ثم يعطى رقم تصنيف عالمي وفق مكتبة الكونغرس. مرحلة قسم الملف الاستنادي للمؤلفين، حيث يتم إعطاء رقم عالمي وفق القواعد العالمية خاص بمؤلف الوعاء. مرحلة الدعم التقني، ويتم فيها رفع المؤلف على موقع مكتبة العتبة العباسية والمستودع الرقمي والبوابة العراقية للمعرفة. عطاء معرفي في رحاب الجود. يعمل مركز الفهرسة ونظم المعلومات على إيصال رسالة مفادها: تقديم خدمات فهرسة وأرشفة متكاملة ومبتكرة وفق قاعدة لام. وقاعدة لام تعني الدمج بين المكتبات ومراكز الإرشيف والمتاحف في موقع واحد، كما يسعى إلى تنظيم المعلومات بدقة وفعالية، مع التركيز على تعزيز تجربة المستخدم من خلال استخدام أحدث الأنظمة والبرامج الآلية، وتوفير بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار، لتتضح رؤيته بأن يكون مركزاً رائداً في مجال المعلومات والمكتبات والإرشيف والتراث، من خلال تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تسهم في تعزيز الوصول إلى المعلومات وتسهيل استخدامها، وتشكيل جسر يربط بين المعلومات ورواد المكتبات، ويسهم في بناء مجتمع معرفي مستدام. تعزيز التقدم والتنمية في مختلف مجالات الحياة هو ما تسعى إليه العتبة العباسية المقدسة، ومركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة أحد سواعدها الفاعلة في هذا المجال.